أهلا وسهلا بكم بنات في قناة ورد الجوري. ووصفتنا اليوم وصفة رائعة، وصفة تجميلية، وصفة منظفة، وصفة صابون بياض الثلج، اللي هو هذا المحتوى بطبيعة الحال صابون دوف. صابون دوف البنات، أنا صابون دوف يعني معتمد عندي من نهار اللي خرج هذا الصابون، وانا دائما معايا. بنات اكيد غادي نستعملوا هذا المحتوى هذا في هذه الوصفه، لانه ضروري يكون هذا المحتوى اللي تكون اوريجينال، يعني تكون هي ما تكونش هذيك الثانيه، اللي لانه فيها الثانيه وفيها الثالثه. الاولى يا البنات كتكون باش غتعرفوها، يعني كتكون ريحتها قويه، يعني ممكن تحطوها في شي مكان وتشموا ريحتها، تشموا ريحتها. هاد الصابون يا البنات غادي يرافق واحد المنتوج في هاد الوصفة ديال اليوم، اللي هي وصفة بياض صابون بياض الثلج، يرافقها دونتيفريز. دونتيفريز اي منتوج عندكم، ما تشوفوش فسميتو، اي منتوج عندكم واي دونتيفريز عندكم لازم حتى هو يمشي لنا مع هاد الوصفة. والثالث اللي غادي يدير ضجة بطبيعة الحال هو دوليبخان. تعرفوا اكيد البنات دوليبخان هو ديال دوليبخان في صابون بياض الثلج. هاد المكون اللي كاين في هاد الدويه البنات، يعني شنو ما نكذبش عليكم، كيصفي البشره، كينقي البشره اللي عندها حروق الشمس، اللي عندها لي سيكاتريس، اللي عندهم لي سيكاتريس ديال حروق الفرن هنايا، واللي يعني الحروق اللي هي صعيب تروح، ديروا هذا في هاد الخلطه، استعملوه يا البنات، اتحداكم ما شفتوش النتيجه. وهاد الوصفه راها معتمده عندي اكيد بطبيعه الحال، هذا علاش غنديرها معكم ونشاركها معكم باش تستافدوا منها كيما استفدت منها انا. الخليط الثالث بطبيعه الحال، المحتوى الثالث اكيد هو العربيه الليمون. نبداو يا البنات، اكيد غادي نبداو بالمحتوى اللي هو المحتوى ديالنا الاول، اللي هو صافون دوف. الله على ريحه فيها يا البنات. وهذا المحتوى اللي عندنا انا محتاجه انني نحكها هنايا، ولكن بطبيعه الحال هي كبيره بزاف، اكيد غنرجع لكم واحد شويه. صابون دوف يا البنات احسن شيء فيه انه صابون في نفس الوقت مرطب، في نفس الوقت يخلي البشره رطبه بزاف، يخلي البشره رطبه، وفي نفس الوقت يعطيك رائحه، يعطيك واحد الرائحه لا تقاوم، رائحه صابون دوف لا يقاوم البنات، لا يقاوم، يعني مستحيل ما تكونش شي مره ما كتستعملش هذا صابون دوف. يعني في الدول العربيه وحتى في الدول الاوروبيه هنايا صابون معتمد بطبيعه الحال. كاين صابونه طبيه طبيعيه اللي هما ذكرت لكم في الاول، اللي هو صابون ارغان وصابون الزيوت الثانيه اللي هي زيت الزيتون الاصلي، كاين صابون الغار، كاين صابونات يعني متعدده بزاف. ولكن احنا هنا هذا الصابون غادي نديروه للبياض ولازاله الشوائب معها الخلطه، لازاله الحروق الشمس، حروق الفرن اللي يستعملوا الفرن البنات، وكذلك كيبيض البنات اللي غادي تعرسوا، اللي غادي يكون العرس ديالهم قريب ان شاء الله. نصيحه مني، ديروا هاد الوصفه واكيد يا البنات غادي تصدموا من هاد البياض اللي غادي يكون. البنات ديروه حتى الوجه ديالكم، ما فيها اي ضرر. تعرفوا يا البنات بلي الدونتيفريست كنعملوه الاسنان ديالنا، يعني لو فيه ضرر اكيد ما راح نستعملوه الاسنان ديالنا اكيد، يعني ولا يقبلها العقل. دوليبخان بنشربوه كعلاج ومسكن للالام، اكيد كنشربوه كيدخل لينا الامعاء ديالنا، الكرش ديالنا، يعني ما فيه حتى شي ضرر، يعني ما غاديش يعمل لك حتى شي ضرر. وبالنسبه للحامض البنات كل يستعملوا الحامض، لكن انا يا البنات ما تعتمدونيش لان استعملت هذا، فيكم انتم تستعملوا الحامض اللي هو الحامض الطبيعي، الحامض الطبيعي. ننصحكم البنات ديروا هذه الوصفه وفي ظرف اسبوع، رقم قياسي يا البنات. وصفه من اسرار وصفاتي، يعني هاد الوصفه اللي ديرها راه غادي تحصل على جسم رطب وكله بياض، ومن غير سيكات، من غير جروح، من غير حروق الشمس. لو يا البنات
وغادي تشوفوا النتيجة إن شاء الله، غادي تشوفوا النتيجة أكيد 100%. غتعجبكم هاد الوصفة، لأن هاد الوصفة مش ما متداولاش في القنوات القنوات اليوتيوب نهائيا، بغض النظر على وصفة الصابون. أكيد جاه الوصفة التانية طبيعة الحال، غنخليها ريحتها ما شاء الله في البيت كله، تعطي الريحة في البيت كله. ناخذ هذا شوية، لأنه البنات كيفاش نتوما غادي تستغربوا يعني كيف راح ندوب هذا مع هذا، اسهل ما يكون. ناخذ أربعة، لان هالوصفه محتاجه بنات. هاد الوصفه مع احتراماتي للناس اللي راح يدخلوا عندي، لان قناتي فيها رجال ونساء، هاد الوصفه يا البنات للجسم كله بلا استثناء، بلا استثناء يا البنات، بياض بلا استثناء، بلا استثناء للجسم كله، يعني ولا خوف ولا شيء. استعملوها وغادي تشوفوا النتيجة اكيد. وراح هنا استعملت يا البنات انا عندي 6 حبات، فيكم تستعملوا 4 حبات، فيكم تستعملوا 2، فيكم تستعملوا جوج حبات، 2 3 4. انا معتمدة هالوصفة دامكم باش تتأكدوا من مصداقية. انا لو كان عندي اكتر من هادو كنت استعملتهم، لاني ما عندي، بس غنستعمل 2 من هادو كمان. هاي كيفاش غيدوبوا لينا يا البنات، يا بنات كيف راح يدوبوا، راح يدوبوا لنا بالحامض الليمون، يتجانسوا اكيد. شفتوا يا بنات هالوصفه اكيد، حتى شفتوا كيف الدواء بيتجانس مع بيعمل فقاعات، بيدوب في الحامض السيترون. صابون، هذا الصابون شو راح اقول لكم، الصابون يعني معجزه. المهم هادو يتجانسوا، الدواء هذا يدوب مع الحامض والصابون. وهون يا البنات راح نزيد الدونتيفريست اللي هو كولغات. هون بنزيد اي نوع عندكم كولغات، اي نوع يا بنات ما عندكم مشكله، فيكم تديروا 2 ملاعق كولغات، 2 ملاعق. هات نحركوا المحتوى كله اللي هو الدونتيفريست مع الدواء، الدواء دوليبران، لازم يكون دوليبران، لازم يكون هذا، ما يكونش اي ماركه تانية، يعني ما يكونش، ما اضمن انا وجع الدواء وجع الراس، لا انا نحكم على هذا الدواء خصيصا، هذا الدواء من شفتوا الصابون. اكيد فيكم تعملوه في، اكيد فيكم تعملوه في، ما تحبوا يعني ديروه في واحد الصابونه، يعني على شكل صابونه، فيكم تعملوه على شكل صابونه، فيكم تعملوه على شكل صابون، لانه الصابون هو صابون راح يخلي يديكم يا البنات، راح يخلي يديكم شو راح اقول لكم، يعني وجسمكم ريحه وتعطير ورطوبه. وجربوها يا البنات، جربوها لانكم راح تشوفوا صابون معجزه، صابونه معجزه. وللسواد الكوعين، لسواد الايدين، هاد الوصفه تنقي لك كل شيء، تنقي لك حتى تنقي لكم حتى يعني المناطق اللي هي هنايا، المناطق اللي هي سوداء، المناطق اللي هي سوداء، عملوها يا البنات وراح تشوفوا النتيجه. هاد الوصفه معجزه البنات العرائس، البنات العرائس نتمنى انكم تعملوها، نتمنى تعملوها، ولا خوف ولا شيء. الدواء بناخده عن طريق الفم، هو مسكن للالام، هو يعني ما راح يكون فيه، ما راح تتوقعوا ولا حتى تفكروا في هذه الحكايه هذه، انه غادي يعمل لكم، غادي يعمل لكم شيء لا مضر على الجسم، مضر على، لا 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 بالعكس بالعكس. هذه الوصفه يا البنات هي لوحدها بتشرب، ما تغسليها في الحين، ما لا تغتسل في الحين، بالعكس نخلوها الجسم راح يشربها الجسم. وفيك العرائس، بالنسبة للعرائس فيهم يعملوها 2 3 4 أيام هكا، لأن هي ما كتبانش دابا، واحد شوية غادي راح تروح،
راح تروح واحد شويه راح يمتص الجسم وراح تصير يعني ما راح تبين حتى ما الواحد، بس ريحه الريحه راح العالم كله راح يشم ريحتك، العالم كله غيشم الريحه ديالكم البنات. هذه الصابونيه البنات صابونه بياض الثلج غادي توليو بحال الثلج، هذه اسبوع اسبوع غادي تصيروا بحال الثلج. اعتمدوا هذه الوصفه وجربوها يا البنات، ونتمنى انكم تشاركوها مع صحباتكم واخواتكم والعرائس اللي راح يتزوجوا ان شاء الله. عملوا لهم هذه الوصفه، وبطبيعه الحال نتمنى انكم تخليوا لي التعليق كما العاده، وتشجعوني تشجعوني اكيد. هيا البنات دخلات، ما عاد في صابون، ما في صابون فيكم ديروها، يعني ديروها هكا ما تغسلوش، ما تغسلوا يديكم ولا شيء، ما تغسلوا ولا شيء، ما تحتاج تغسلي، ما تحتاج ولا شيء، خليها هكا. بس ريحتك عاطه ريحتك سبحان الله، راح العالم كله راح يشم ريحتك، هدي 100%. ما تغتسلي يا البنات، يعني هي ناشفه وخلاص راحت، بس شوفوا هالايد اللي ما فيها، شوفوا هالايد، شوفوا الفرق، شوفوا يا بنات الفرق. نتمنى انكم تعملوا هذا الصابون ديال صابونه البياض الثلج، عملوها يا البنات، واكيد نتسنى تعليقكم ومشاركتكم هذا الصابون لاصحابكم وصحباتكم والناس اللي عزاز عليكم. هادي غنسد عليها وغنخليها في الثلاجه هكا، بعد لما تكون في الثلاجه تصير بحال الصابون، راح تصير هكا يعني تجي قاصحه، راح تصير قاصحه، ما غاديش تكون له هالوصفه يا البنات. ردوا عليا، نتمنى انكم للايك للايك، بارطاجيو بطبيعه الحال، ولي كومونت ديالكم الجميله نستناها على حر من الجمر. وشكرا لكم البنات، والسلام عليكم.